المهندس علي احمد الرعيني مدير محطه المخاخ. وبمناسبه تقريبا قدوم الذكرى الاولى لتحرير مدينه المخاخ لنؤكد على شكر الدعم السخي اللي تحصلنا عليه من قبل الهلال الاحمر الاماراتي في اعاده جاهزيه المحطه الكهرباء ومنها محطه التحليه. المحطه البخاريه يعني لديها محطه تحليه مكونه من 4 وحدات هدفها الرئيسي هي تحليه المياه البحر بحيث تستخدم في الغلايات لانتاج البخار المستخدم في التوربينات.